السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة مهم جدا 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 جدا، وهي الحد الأدنى والحد الأقصى، زي حاجات بتاعت البنك كده، يعني تاخد كارد لا يزيد عن كذا أو لا يقل عن كذا. ده حسابات معينة، وبتبقى معظم المحلات التجارية مثلا في حالة القسط، والقسط ما ينفعش القسط يزيد عن كده، ومرتباتك كده بياخد 30% من المرتب وهكذا. احنا عايزين بس ندوش نفسنا في الحاجات دي، احنا عايزين نعرف بس ازاي تتعمل الحد الادنى والحد الاقصى، هو ده اللي يهمنا في الموضوع. اول حاجه بنصمم الجدول وبنعمله هنا التكست. التكست اول حاجه، تكست اللي هو اسم الراجل اللي واخد كارد دوت اسمه، وهنا القيمه اللي هي النمبر او العمله، مش مشكله، ونحولها الى كوم. تمام كده، ونحفظ معانا كده اهو، هنحفظ معانا الجدول معانا كده. هنا لو انا احمد شكري، احمد شكري، تمام، احنا عايزين هنا نديله القيمه. طبعا احنا بنتاكد اللي هي فين النمره، عايزين نعطي القيم بحد ادنى معين. نخش على الديزاين فيو، ونخش على الكرنسي، ونخش على الكلمه دي، ونقول هنا، نقول له هنا بتوين، يعني ادي الكارد او ادي الرقم بتوين من 1 إلى 2000. وأي حاجة مخالفة عن كده، تمام كده، أقول الحد الأقصى. الحد الأقصى هو 2000. طبعا سيف سيف وسيف كل حاجة، ولا يهمك، ما تقلقش من الحاجات دي. هنا لو خد مثلا 10 هيتسجل معانا هنا احمد مازن حسين، هنكتب مثلا 5000 جنيه، وهيقول لك هنا الحد الاقصى هو 2000. 2000 يبقى 2000 حد اقصى، ويتكتب معانا 2000. تمام. وهنا عزيز، عزيز هيثم، عزيز هيثم اخر مثلا 1500 هيقبل معايا، هيقبل معايا. طب احنا عايزين نعمل الحد الادنى، يعني ما ينفعش حاجه اسمها 10 جنيه، فنحذف دي. عايزين الحد الادنى وهو يبدا من 1000 عشان المصاريف الاداريه والكلام ده. كرنسي بنقدر هنا ونخش هنا البيتوين، وبتعملها هنا بدل ما هي من 1 هي تبدا من 1000. يبقى هو الحد المسموح، طبعا هنضطر نغير دي. يبقى الحد المسموح، المسموح هو من 1000 الى 2000. السلفة مثلا، يعني السلفة اقل حاجة 1000 جنيه وازيد حاجة 2000 جنيه حسب سلفيتك اللي انت عليها. يعني مثلا هنا اهو سمير، سمير عطية، تمام، سمير عطية هنا عايز 500 جنيه بس، فهيقول لك هنا الحد المسموح يا 1000 يا إلى 2000، فمش هيسجل معانا. تمام، فلازم نغير الرقم. طب ماشي، موافق هو ب 1510، هيسجل معانا. طب هنا عبد الكريم أسامة، تمام، عبد الكريم أسامة قال عايز 3000 جنيه، فهيدينه هنا، اقول لك الحد المسموح هو من 1000 ل 2000، خلاص ما ينفعش دي اي رقم خالص، اللي لازم محصور ما بين الارقام دي، محصور بين الارقام دي. تمام، فهو ده درسي بتاعنا بتاع. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.